بس حمادي اسمعنا في كلمتكم التشاركية والتشاركية السياسة التشاركية الاجتماعية التشاركية الاجتماعية، هل هي أول ردود لأفعال لحركة تمرد في تونس؟ والله ظهر لي الآن ترفعوا شعار حركة تمرد في تونس، وقتش وقفت حركة تمرد في تونس؟ من اللي وفات الانتخابات وتمردوا على الانتخابات؟ حبوا ربط بين الواقع المصري والتونسي، فما حتى خوف. أتمنى أن ينظروا إلى الواقع المصري الآن ويتعلموا. من سيتمرد على من؟ سوف تتمرد الديمقراطية على الانقلاب.